إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه وحفاظا على الصحة العمومية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالطارف بتاريخ 17/12/2020 وعلى الساعة الواحدة زوالا من حجز كمية معتبرة من المقويات الجنسية بمختلف الأشكال والأنواع، تتمثل في 1344 كبسولة مقويات، 120 علبة مربى مقويات، و864 علبة شوكولاتة مقويات، و972 علبة عسل مقويات على متن سيارة سياحية، حيث تم إعداد ملف منازعة ضد المخالفين وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.